قوم عرفوا بالحكمة والذكاء ووصفوا بالحنكة والدهاء. تسمع أخبار بديهتهم كأنك في نزهة، وتشاهد غريب قصصهم فتثير الدهشة. سنكون معكم وسنحكيها لكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ومن طرائف الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله أنه لما انتدب ليدرس الأدب في العراق تجول في بغداد ومشى طويلا، ثم دخل القاعة في حالة رثة، فظنه الأستاذ طالبا فقال له: وأنت يا حمار لماذا تأخرت عن المحاضرة؟ فاعتذر منه الشيخ علي ودخل الصف يجلس مجلس الطلاب، فصار الأستاذ يقول للطلاب: سيأتي لتدريسكم الأديب الكبير علي الطنطاوي، لا تسودوا وجهي أمامه. ثم صار يسألهم في الأدب والشيخ يجيب كطالب، ثم قال له الأستاذ: هل تستطيع المقارنة بين البحتري وأبي تمام؟ فتكلم الشيخ علي كلاما رصينا، فقال له الأستاذ: الظاهر أنك طالب جيد، ما اسمك؟ فقال له: اسمي علي الطنطاوي. فكاد الأستاذ أن يغمى عليه. يقول الشيخ رحمه الله: متى نتعلم ألا نحكم على الناس بالمظهر؟ قال الملحدون لأبي حنيفة: في أي سنة وجد ربك؟ فقال: الله موجود قبل التاريخ والأزمنة، لا أول لوجوده. ثم قال لهم أبو حنيفة: ماذا قبل الأربعة؟ قالوا: ثلاثة. قال لهم: ماذا قبل الثلاثة؟ قالوا: اثنان. قال لهم: ماذا قبل الاثنان؟ قالوا: واحد. قال لهم: وما قبل الواحد؟ قالوا: لا شيء قبله. فقال لهم: إذا كان الواحد الحسابي لا شيء قبله، فكيف بالواحد الحقيقي وهو الله؟ إنه قديم لا أول لوجوده. فقالوا له: في أي جهة يتجه ربك؟ فقال: لو أحضرتم مصباحا في مكان مظلم، إلى أي جهة يتجه النور؟ فقالوا: في كل مكان. فقال أبو حنيفة: إذا كان هذا النور الصناعي فكيف بنور السماوات والأرض؟ فقالوا: عرفنا شيئا عن ذات ربك، أهي صلبة كالحديد أم سائلة كالماء أم غازية كالدخان والبخار؟ فقال أبو حنيفة: هل جلستم بجوار مريض قارب على الموت؟ قالوا: جلسنا. قال: هل كلمكم بعدما أسكته الموت؟ قالوا: لا. قال: هل كان قبل الموت يتكلم ويتحرك؟ قالوا: نعم. قال: ما الذي غيره؟ قالوا: خروج روحه. قال: أخرجت روحه؟ قالوا: نعم. قال: فصفوا لي هذه الروح، هل هي صلبة كالحديد؟ أم سائلة كالماء؟ أم غازية كالدخان والبخار؟ قالوا: لا نعرف شيئا عنها. فقال أبو حنيفة في ذكاء: إذا كانت الروح المخلوقة بين جنبيكم لا يمكنكم الوصول إليها ولا معرفة صفتها، فكيف تريدون مني أن أصف لكم الذات الإلهية؟ رحم الله أبا حنيفة، فقد كان غاية في الذكاء والدهاء. وسئل أعرابي: كيف عرفت الله؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا تدل على العلي الخبير؟ يقول الأصمعي: رأيت امرأة حسناء فاشتغل قلبي بها، فقلت لها: كلي بكلك مشغول. فقالت: إن كان كلك بكل مشغولا فكلي لكلك مبذول، لكن لي أختا لو رأيت حسنها وجمالها لم تذكر حسني وجمالي، فقلت: أين هي؟ قالت: وراءك. فالتفت ورائي فلطمتني لطمة وقالت: يا كذاب، لو كنت تصدق فيما تقول لم تلتفت إلى غيري. هجم لص على رجل أحمق أثناء سيره ليلا، وبعد صراع طويل
استطاع اللص أن يأخذ ما في جيب الرجل، وكان مبلغا تافها. فتعجب اللص من مقاومة الرجل ومحاولته الفرار، فسأله: هل تعرض نفسك للخطر من أجل هذا المبلغ التافه؟ فأجابه الرجل: بل خفت على 1000 دينار التي خبأتها في حذائي. وكان بهاء الدين زهير يغار على زوجته جدا، حتى إنه كان يغار أن يذكر اسمها أمام الناس، غيرة أن تمر حروف اسمها على آذان الأغراب. فكان كلما أراد أن يتحدث عن أمر يخصها أمام الناس يقول: بعض الناس قالوا وفعلوا. ولقد كتب بيتين يعدهما النقاد العرب أغير بيتين في الشعر العربي كله. يقول بهاء: وأنزه اسمك أن تمر حروفه من غيرتي بمسامع الجلاس، فأقول بعض الناس عنك كناية خوف الوشاة، وأنت كل الناس. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.